سلمى سلمى. بعدين يا ام حسن. بعدين ايش؟ انت بسكوتك وصمتك بتذبحيني. انا متلهف اسمع منك ولا كلمه. من يوم ما رجعنا من عند الجماعه ما حكيتي ولا كلمه. ايش بدك اياني احكي؟ ام حسن، انا بعمري بحياتي ما دخلت امتحان الا الا ونجحت فيه. بس صدقيني هذا الامتحان اللي داخله هو الامتحان الحياه. انا كثير خايف لانك خوفتيني منه. ول لهالدرجه؟ ما انا قلت لك انك بتنجح بكل امتحاناتك. يعني افهم من هيك اني نجحت بامتحان زهره؟ لا تفرح كثير. بصراحه انا محتاره، ولا عمري كنت محتارة مثل هالمرة. عقلي بقول لي إشي وقلبي بقول لي إشي تاني. طول عمرك هيك يا أم حسن، اللي في عقلك وقلبك واللي على لسانك واحد. بس هالمرة، هالمرة أنا محتارة، محتارة كتير. وهذا يا أم حسن مكسب، يعني إحنا تقدمنا خطوة للأمام وهذا إشي ممتاز. بصراحة زهرة ما بتنرفض. بالفترة القصيرة اللي قدرت أعرفها وأفهمها ما بقدر أحكي عنها إلا كل خير. لكن يا ابني. إيش يا أمي؟ فهمت عليك، هي منيحة لكن وضعها سيء. وضعها ظلمة، الحياة قاسية ما بترحم. عشان هيك مش لازم نكون احنا كمان قاسيين وظالمين. اسمع يا محسن، انا كل اللي بهمني من الحياة سعادتك، وانا شايفة سعادتك مع زهرة. على كل حال اذا انا ما قدرت احقق لك السعادة، ما اوقف بطريقك لما بدك تحققها. توكل على الله. هنيا يا اختي، هنيا. الله يهنيك. طمنيني، كيف حاسه اليوم؟ كايد ادخل بالموضوع. من امتى بتهتم ايش بحس؟ احكي ايش في. انا بدي ارد زهرة. ترد زهرة؟ قصدي اعقد عليها مرة ثانية. امتى قررت وليش؟ يعني فكرت في الموضوع ولقيت انه هيك افضل، ومنه برد ابني. هو حد كان ماخذ ابنك منك؟ انت اللي كنت رافض تشوفه. كنت مش سامح له انه يشوفك او تشوفه. انا فكرت واكتشفت اني كنت غلطان. الحمد لله اللي اجى يوم وانا عايشه واسمعك بتقول انا غلطان. وبدي اصحح الغلط. فكرت وقررت؟ وهي ايش فكرت وايش قررت؟ انت شفت زهره يا كايت؟ لا، ما انت عارف اني ما شفتها من يوم ما طلقتها. طيب يمكن هي ما توافق، ما توافق ترجع لك، ممكن ترفض. معقول ترفضني؟ معقول؟ أنا لو كنت مكانها برفض. ترفضي؟ ليش؟ أنت عارف يا كايد، أنت بتتعامل مع الناس زي ما بتتعامل مع الأراضي اللي بتبيع وبتشتري فيها. بعدين زهرة مش مثل غيرها. مشكلتك يا كايد إنك ما فهمتها، ما عرفت تتصرف معها، ولا ما صار اللي صار. أنا مش عارف ليش واقفة معها ومع أهلها برغم كل اللي عملوه فيكي. إيش عملوا فيي؟ أنت اللي عملت فيي يا كايد. أنا شو عملت؟ أنا تركتها لما أخوها الهامل تركك. اسمع يا كايد، بلاش ننبش بالماضي.
الماضي جروحه اندملت خلاص، بلاش نجدد وجعها. على كل انا قررت. بعدين انت مش حابه انه سعد يجي عشنا؟ هيني بدي احقق لك طلبك. لا يا كايد، انا فهمتك. اللي بنفسك ما له علاقه برغبتي ولا بعاطفتك تجاه ابنك، ما هي بينت طول هالسنين. كايد، انا ما الي باللي بدك تعمله. احكي لي الصحيح، الرجال اللي اجاك من الريحان هل المرشد؟ ايش حكالك عن زهرة؟ ما سألته، قال انه حالتها سيئة و وضعها الله يهونها عليها. لا، لو كان الموضوع هيك كنت تركتها وما فكرت فيها، بس يمكن حكالك انها سعيدة ومش محتاجة إلك، او يمكن حكالك انها بدها تتجوز واللي بيتمنوها كتار، عشان هيك كبرت براسك وصرت بدك اياها. انت ما فكرت، انت قررت يا كايد. زهرة، مالك يا با؟ وين رايحة؟ بدي أدخل جوا يا با، صدري بوجعني. طيب يا با، فهمت. يعني ما بدك تحكي في الموضوع؟ المشكلة إني بدي أحكي يا با، بس مش عارفة من وين أبدأ ولا من وين أنتهي. زهرة، اقعدي يا با. اقعدي وخلينا نحكي بهدوء. يابا، ابدي وانت من وين ما بدك، المهم تتريحي وتريحي حالك من هاللي متعبك وتطلع كل اللي مضايقك من جوا. شفتها يابا كيف كانت تطلع فيي؟ مين؟ ام محسن. يابا شفتها، شفتها يابا انها بتحبك، وعينيها ما نزلت عنك، واذانها ما غفلت عن كلمة واحدة من اللي قلتيها. هو هذا اللي مضايقك؟ بس يابا هاي ما كانت نظرات محبة، كانت نظرات تفحص. شو فيها يابا؟ تكون يعني مرة بتحب ابنها وبتحب تشوف المرأة اللي بدها تصير في يوم من الايام زوجة لابنها. بس مش لهالدرجة يابا، بصراحة حسيت حالي. اسكتي يا زهرة، اسكتي عاد. انت صار في المدة الأخيرة أعصابك تعبانة، غريبة. يابا حط حالك مكانها. لما يكبر سعد الله يرضى عليه ويصير رجال ويجي يقول لك يما أنا بدي أتجوز فلانة، الغريبة عنك وما بتعرفيها. ما بدك تتفحصيها، ما بدك تشوفيها. زهرة، ايش صايبك يا بنتي؟ مش عارفة يابا، مش عارفة، كل يوم عن يوم بزيد خوفي وقاعدة بتحجج كأني حابة هالإشي يصير وخايفة إنه يصير. ليش؟ ليش يابا ومن ايش؟ خايفة يابا، خايفة زواجي هاي المرة كمان يفشل. زهرة، زواجك فشل مش بسببك انت. بس محسن رح يحملني فشل هذا الزواج، ومعاه حق، ما حدا رح يلومه. طلقة وعندي ولد، هو متعلم وانا مش متعلمة. يابا الله يرضى عليكي يابا، انت فيك حسنات بتغطي على كل هذا وبتزيد. انت بتحكي هيك يابا لانك بتحبني ولاني بنتك. بصراحة عمر ما شفتك ضعيفة لهالدرجة. الزمن هدني يابا وضعفني، وهسه آن الأوان إنك ترجع لحالك وتقوي.
مين هذا يا محسن؟ هذا شخص من أهل القرية. من أهل القرية؟ وليش تطلع فيك هيك؟ نظرته كلها شر، وأنت كمان، إيش في بينك وبينه؟ وإيش بده يكون يا أمي بيني وبينه؟ مين هو؟ مش مهم، إحنا إيش لنا فيه؟ محسن، لا تخبي علي. بصراحة يا أمي، هذا أخو زهرة، جابر. أخو زهرة؟ وين كان لما كنا عندهم؟ هذا يا أمي عايش لحاله. وليش تطلع فيك هيك؟ أنا ما في بينه وبينه عداء، هذا العداء بينه وبين أخته وأبوه. وعلى إيش؟ ما بعرف، بس أنت بتعرفي في مثل في القرية بيقول البطن بستان، والفرق بينه وبين زهرة من السماء للأرض. مش هذا المهم يا محسن، المهم إنه هذا الإنسان ضمر لك شر، وهذا مبين في عيونه. هو صحيح شخص غريب يا أمي، بس ما تخافي، ما بيذي. خايفة عليك يا ابني، أنت غريب هون، والغريب ضعيف. يا ريت يا حبيبي تترك هالقرية وترجع لبيتك ومطرحك. بعرف إنه كلامي مش راح يأثر فيك، في إشي أكبر وأهم من كلامي، وشفته بنظرتك لزهرة وإحنا عندهم. بدي أدخل جوا يابا. زهرة. نعم. زعلتي مني يابا؟ لا يابا، أنا عمري ما بزعل منك، بس حابة أقعد لحالي شوي، يمكن أقدر أفكر أحسن. شو رأيك يا ولدي تغيري رأيك وتضلي هون؟ شوف هالجو ما أحلى. ما بقدر يا حبيبي، ما بقدر، بعدين إحنا اتفقنا إنه اليوم أروح. إذا أنا إن شاء الله يوم الخميس المساء بكون عندك. ليش ما تفكر يا ابني إنه كتب الكتاب يكون بعمان؟ معلش يا ولدي، صعب شوي، لأنه أنت عارف العم معروف صحته على قدها، فبديش أغلبه. يعني أنا اللي صحتي مش على قدي وما شاء الله عليها. أم محسن، أنت بنت أصول، الصح إنك تيجي أنت لهون وتكتب الكتاب في بيت أهل العروس. معك حق، هذا الأصول. المثل بيقول اللي خلف ما مات ابن أبوك يا محسن. ابن أبوك. يا زهرة! زهرة! هذا صوت جابر، الله يستر من جيته. زهرة! فوز يابا! سعد! السلام عليكم. استناك على الموعد. تمر يا ام محسن، ان شاء الله الخميس بكون عندك. ان شاء الله، ودير بالك على حالك. تسلمي يا امي، ديري بالك على حالك. سلم على الجماعه. الله يسلمك، مع السلامه. الله يوفقك. مع السلامه. الله يوفقك. فوت يابا فوت. ترى يابا أنا ما بقول لي تغضب علي. وال يابا، وأنا صاير رب عليك، لكن من برا لبرا. أنت عمرك سمعت أب بغضب على ابنه من قلبه؟ الله يخليك. أوه. الله يخليك يابا، الله يخليك. وبعدين مع هالحركات القرعة هاي، تعال تعال فوت ونشوف. ها إيش في عندك؟ ها هي زهرة وين؟ زهرة جوا. خليني أناديها. اترك زهرة بحالها وقول لي شو اللي بدك إياه. يابا الكلام اللي بدي أحكيه زهرة لازم تسمعه. طيب برضو أنا بقول لك اتركها بحالها. هلا، كيفك يا زهرة؟ الحمد لله يا أخوي، سمعت صوتك قلت خليني أشوفك. خير؟ عندي حكي إلك، لازم تسمعيه كويس. وانت منين عرفت هالحكي؟ ما هو ايش؟
انت ما بتشوف كايد النعمان ولا بتنزله على عمان من ورانا وبتشوفه؟ لا انا ما شفته. ولا مين اللي شافه وقابله وحكى معاه؟ هاي المرشد. هاي المرشد؟ وهاي المرشد قال لك تجيني وتخوفني من كايد وانه هو اللي راح يحميني منه؟ مش هذا قصدك. لا هذا قصدك، وقصدك كمان اني لازم عشان هذا التهديد ارضخ واتجوز هاي المرشد. طب كيف بده يحميني هو اذا ما تجوزته؟ مالك ما تحكي؟ يا حيف عليك يا جابر، فتحت لك داري وقلبي وقلت المرة هاي جاي غير عن المرات الفايتة بخبر يسر البال ويريح القلب. سعد! نعم يما. شو بتسوي؟ بدرس. تعال هلا روح دور على الأستاذ محسن وما ترجع بدونه، فاهم؟ حاضر. يلا بسرعة. وين يا جابر؟ بدي أروح، يمكن غلطت اللي جيت وحكيت. لا يا أخوي استنى، مثل ما بدك ياني اسمع كلامك انا كمان بدي اياك تستنى وتسمع اللي بدي اياه، وانا مش رح اضل معلقه بحبال الهوا وكل واحد يرميني بالجهه اللي بده اياها. استاذ محسن؟ سعد؟ خير ايش في؟ امي زهره بدها اياك ضروري. في اشي؟ لا لا ما بعرف. طب مين عندكم في البيت؟ امي وجدي وخالي جابر. جابر؟ انت كنت جاي عنا يا استاذ؟ الحمد لله اني لقيتك. طيب يلا يلا. واقف يا جابر. خير شو في؟ اخ 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 صاير تسال وكانك واحد من اهل الدار. اه يا جابر واحد من اهل الدار. اسمع يا محسن، يمكن يبين اللي بدي احكيه غريب لكن بعدين رح تفهم كل اشي. بعد إذنك يابا، وأنا متأكدة إنك رح تفهم ليش أنا عملت هيك. اسمع يا محسن، إحنا قرينا الفاتحة واللي كنا خايفين منه زال، لكن يبدو إنه الناس بدهم يحبسونا بخوف تاني. أرجوكوا أنا مش فاهم إشي، فهموني بعدين بتفهم كل إشي. اللي بدي إياه منك إنك تروح تجيب الشيخ، والليلة بدنا نكتب كتابنا الليلة. انت اكيد انجنيت يا زهرة. وانتو خليتوا في عقل؟ شو يا محسن شو مستني ولا غيرت رأيك؟ اعوذ بالله، هذا احسن خبر بسمعه بحياتي. طيب روح. لكن امي انا وعدتها. يا محسن امك راح تفهم لما تعرف السبب. انا بس اسمع يا اخوي، انت ما غلط لانك اجيت، بالعكس خليتني افهم الصحيح، وبترجاك مشان اختك انك تضل وتشهد على كتب كتاب الليلة. انا اشهد على كتب كتابك بنهار؟ بدك تشهد يا جابر، ما انت شهدت على زواجي الاول وكنت مبسوط، ولا لازم اتجوز هاي المرشد حتى تفرح لي؟ ولو يا اخوي ولو ما بتفرح لاختك، مش انت اللي كنت تقول لازم اتجوز وما اضل هيك؟ وهيني بدي اتجوز. يلا يا محسن. بكره الصبح نازل على الريحان بجوز بات هنا. وين رايح تبات؟ عن صاحبك هاي المرشد؟ يرضى عليك يا سلمى، تتركيني بحالي وما تتدخلي باموري. انا رايحة اتركك، بس اللي حابة اعرفه انت ضامن موافقة زهرة؟ ليش ما توافق يعني؟ شو المانع انها توافق؟ زوج مطلقها وبده يرجعها مشان ابنها، يعني ما بيهمها مصلحة ابنها؟ لا بيهمها، بس انت اللي ما بيهمك ابنك، ما بيهمك غير نفسك وبس. يا الله يا رب. مبروك يا ابو جابر. الله يبارك فيك. مبروك يا جابر. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيكم، عقبال عند اولادكم ان شاء الله. يلا حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جابر بدك تحكي لي مبروك يا اخوي؟ خليني اسمعها من اخوي. اسمع يا جابر،
المفروض يا اخوي انت اللي تنصحني واسمع كلامك مش العكس. بس مش مهم، انا بدي اقول لك انه بلاش هالعداوه، احنا ابقالك وانت ابقالنا، ما إلنا غيرك يا اخوي. دير بالك على حالك. ما بدي اوصيك يا استاذ محسن، ها دير بالك على زهرة. انت عارف يابا قديش غلوتها عندي. عمي انت اللي وصيها علي. مبروك مبروك يا زهرة. مبروك علينا الاثنين. بالمناسبة انت غريبة. ها بدينا؟ انا مش عارف ليش معندي. طب ما هو حقك المتقدم والمتأخر، ليش ما بدك؟ حقي وصلني، متقدمي ومتأخري أنا عرفته بهالدنيا، ما بنكتب بعقد. وأنا هلا بدي أروح. وأنت يا سعد، أوعى تعمل لي مشاكل وبكرة ما تجيش على المدرسة. لا يا أستاذ، بكرة بكون أول واحد من المدرسة، قبل الكل، من الفجر. أصلاً أنا الليلة مش راح أعرف أنام من الفرح. تصبح على خير. وأنت من تصبح على خير يا عم معروف. مع السلامة، الله معك. وأنت يلا على النوم بسرعة، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ترك الباب مفتوح؟ اخفيت ونسيت. صح صحيح واسمعيني مليح. انا اللي بحاسسني بعد هالغيبة في اشي. زهرة كتبت كتاب. شو حكيت؟ اللي سمعتي. حكيت بدك تروح على المدرسة أول واحد وهيك تأخرت. يعني شو بدي أسوي يما تأخرت؟ طب يلا يا حبيبي يلا بلاش تتأخر أكثر يلا. يما. نعم. الأستاذ محسن، إيش بدنا نديه من هسا؟ ولا إيش يا حبيبي، بدك تضل تقول له أستاذ، أوعى تغلط هيك ولا هيك ها؟ يلا بسرعة مدرستك، يلا يلا حبيبي. زهرة. نعم يابا. كسرت خاطر الولد. يابا بخاف يحكوا هيك ولا هيك، هدول ولاد صغار. يابا ما هو سعد قلبه محروق يلاقي حدا يقول له يابا. بعرف يابا بعرف. وين بدك تروح؟ لازم اروح اشوف هاير. كنت خايف تواجهه، هسه بدك اياه؟ ما هو ما جاب سيرة المصاري، وبعدين حكيت لك شو بده يعمل مع كايدة ابو سعد. بعد كتب الكتاب ما راح يقدر يعمل اشي لا هو ولا كايد. المصيبة ما قدرتش احكي ولا كلمة. زهرة قالت لي اقعد، قعدت وانخمدت. هذا لانك بتحب اختك وما بترضى تزعلها، وهي كمان عارفة انه قلبك طيب. والله ما انا عارف شو بدي احكي لهايل. طيب شو بدك تسوي بابو صلاح؟ وشو جاب سيرة ابو صلاح؟ شو جاب سيرته؟ واحد بده منك مصاري ونازل عطال على دودو معنا. فهمنا فهمنا، خلص بقول له اللي صار. لا ليش ما تقول لهايل اللي صار، وكل الناس رح تعرف اللي صار. وانا كمان بدي اروح على زهره وابارك لها، وانا داخله على الدار بدي زغرت وروح قول لهايل خليه يسمع ويفقع. طب امسك امسك امشي قدام.
هذا اللي صار؟ جايين بطولك وعرضك عشان تقول لي هذا اللي صار؟ وانت وين كنت؟ كنت هناك. وليش ما منعتها؟ ما قدرت. ول مرة تقدر علينا كلنا؟ وانت ليش ما جيتني وبلغتني قبل ما توقع الفاس بالراس؟ ما قدرت. انا واقع بين نارين، نارك ونار ابوي. لا، نار ابوك مطفيه، لكن ناري انا اللي راح تحرق وما تخلي. انت غشيتني، خدعتني، وانا اللي طلعت غبي وصدقتك. اطلع من داري، اطلع، ما بدي اشوف وجهك. اطلع. وقف، اسمع، انت عارف ايش اللي عندك. عارف، وما دامك عارف لا تنسى ولا تتاخر، بتجيبهم هاليومين. ولا انت عارف ترى دمي فاير عليك اكثر من اختك زهره. اسمع، زهره طلعت من الموضوع كله، واللي بيني وبينك رايح يوصلك من يوم طالع. اوعى تجيب سيرتها لا بالمليح ولا بالعاطل، فاهم؟ اطلع. يا ريتو الف مبروك، يتهنوا ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ابو صلاح، بس بدك ما تاخذنا يعني، لانه المساله صارت هيك فجاه. اي عليم الله يا رجل، انا نفسي مش عارف كيف صارت هالحكايه هذه كلها بيوم واحد. النصيب، وام سعد بتستاهل، الله يهنيها والله يخلي لك اياها. يا زلمه، لجمت اخوها لجم، قالت له كلمتين بس، اقعد يا جابر. قعد وخنس وما تنفس وعمل مثل ما بدها. هذا عشمي فيه، طول عمري بعرف انه معدنه مليح، وانا صار لازم اروح ابارك له واهنيه باللي صار. بيني وبينك انا لسه مش مطمن. على ايش؟ اخاف يرجع يطنقر مرة ثانية ويعمل له عملة. ما هو طلع من الدار من غير ما يقول مبروك. انت بدك اياه يصحى من اول مره؟ مليح اللي طلع منه هيك. اتركه، بكره بتلاقيه سند الك ولبنتك. وقول ابو صلاح ما قال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبروك ما سويته يا عمي ابو جابر. الله يبارك فيك يا بني، وعقبال عندك ان شاء الله. وانت شو دراك يا راضي؟ وهل يا ابو صلاح، النسوان القرية دايرين من باب لباب ومن دار لدار، أي عليم الله إنه آخر دار في القرية صار عنده خبر. وبس ما حدا بعرف إنه جابر وقف مع أبوه وأخته وشهد على كتب الكتاب. شو هالحكي؟ معقول؟ مثل ما بقول لك، أنا مش مصدق، يئست من كتر ما حكيت معه، من غير فائدة، حتى تهوشت أنا وياه. ما أنت كمان كنت تسمع لكلام هايل وتصدقه. يا عمي حقه علي، وهاي بوسة راس، ها؟ وها؟ هسا بدي اروح عند صاحبي وابارك له. يلا بخاطركم. الله معك. الله معك. تفضل يا ابو صلاح. خلي جوزي ينحبس قبل ما اعطيه الذهبات. لازم اعرف شو بده يصير بينه وبين هايل. يعني هو صحيح لو طلب مني الذهبات ما اعطيته اياهم.
مرحبا يا اختي. اهلا يا اخوي. جابر هون؟ لا مش هون، بس اكيد راح عند هايل. شو مودي عند هايل وانا جاي ابارك له؟ وبعدين لا تنسي قولي له هايل قاعد لك في المرصاد. الله يبارك فيك، الله يسعدك يا اخوي. رادي تروح تدور على جابر، انا خايفه توقع بينه وبين هايل وتصير مشكله. هو لا يهمك يا ستي، هسه بروح وبشوفه، بعدين لا تنسي تقولي له وبصراحه يسد المصاري اللي عليه. ان شاء الله بصير خير. يلا خاطرك يا اختي. مع السلامه. السلام عليكم. السلام. هلا. شو وين اخوك؟ هسه بيجي. يا رجال اهدى وروف، اصلا انت طلعت رجل اللي ما سكتت له. كان لازم اكسر له ايده. لا ايده ولا اجره، انت بس فكر بالدين، هذا كل اللي بده اياه، شوية قروش. منين اجيب له؟ إذا الزلمة هاط له علي كمان قرش ومش قادر اسده. ها هي اجي. هلا هلا برجال. هلا والله بزينة الرجال. هلا. خير ان شاء الله. أول إشي مبروك، وثاني إشي يا بكونوا شباب القرية مثلك يا عمر هم يكونوا. مثلي أنا؟ طبعاً. وثالث إشي أنا بدي منك 67 دينار. سامع شو بحكي؟ كيف بدي أسد هذاك اللي إله علي 400-500 دينار؟ يا سيدي إذا ما معك بعدين بتسدني. والضبع هذاك منين أجيب له؟ هسا صار ضبع وين أبوك وأختك يسمعوا هالحكي. يا رجل رفع إيده بده يضربني. هلا هلا معلوم يا عمي، ما أخذ اللي بده إياه. بس وشرفك كنت بدي أكسر له إيده. يا ولد مش انت بتقول انك طردت الاستاذ محسن من المدرسه والقريه؟ هذا هو بعده هون. انصرف من وجهي، اطلع برا اطلع. جدي في سياره برا فيها واحد قدام الدار. واحد؟ مين هو الواحد؟ لا مو غريب، خير البر عاجله والتعجيل بالخير خير. ألف ألف مبروك وربنا يتمم فرحتك. شكرا بارك الله فيك. لكن بدي أحذرك، أكلتوا علينا حفلة عقد القران، مش راح نسامحك بحفل الزفاف. مش هيك بالخفية، ترى نحن محضرين حالنا نعمل لك عرس ظل تذكره لولد الولد. لكن هذا الكلام سابق لأوانه. وليش سابق لأوانه؟ مثل ما عجلت عليك بكتب الكتاب، رد عليها الصعصعين وعجل عليها بالزفاف. لكن أنا مش عارف العرس يكون هون ولا بعمان. إيش بدك بعمان؟ هو في أحلى من عرس القرية؟ لكن أمي مش عارف كيف بدي أواجهها. كيف لما تعرف أني كتبت الكتاب وهي مش موجودة؟ إلا فهمت منك أنها وافقت. صحيح، لكن اشرح لها الظرف أكيد راح تتفهم. والله وشرفت يا أستاذ كايد. أهلا وسهلا. تسلم.
ان شاء الله ناوي تقعد كم من يوم معنا بالقريه. ترى مع انك غبت كل الغيبه الطويله وما عدت طليت علينا، لكن صدقني انك ما غبت لا عن البال ولا عن الخاطر. القريه كلها مشتقت لك. وصحيح انا يا شيخ هايل بديت هالايام احن للريحان واشتقي لها. احنا فيها يعني يقعدك كم من يوم معانا مره ثانيه ان شاء الله. ما هو اذا تم اللي بخاطري واللي قصدك فيه على نيه خير يا شيخ هايل رايحين نشوف بعض دائما. خير؟ هات فرحني خير. صحيح يا شيخ هايل، من يوم ما جيتني عمان وفتحت لي موضوع زهرة وأنا يعني ليل نهار أفكر في هالموضوع وأفكر بحالتي بالنسائد. يعني يا شيخ هايل ما بصير يعني يعيش بهالحالة ويظلوا في هالجو. يعني اقتنعت بكلامي وناوي تاخذه؟ بدي أرجعه بس مش لحاله. ها؟ يا شيخ هايل أنا بعرف قيمتك الكبيرة ومقامك الكبير وسمعتك الطيبة اللي مثل المسك عند أهل القرية، وبعرف إنه كلمتك مسموعة عندهم، وأنا صحيح جاي على هالقرية بنية خير وبدي تشرفني وأتشرف فيك نمشي بمعيتك ونزور دار معروف. ها؟ أنا صحيح جاي ونيتي أرد زهرة. تردها؟ لا مش أردها، أعقد عقد جديد عليها ونتجوز مرة ثانية. شو يا شيخ هايل؟ كلامي بضحك ولا في شيء بضحك؟ لا سلامة قيمتك. لا أنت بتضحك ولا كلامك اللي بضحك، لعبة القدر معنا هي اللي بتضحك. شو في؟ يطعمك الحج والناس راجعة. شو في يا شيخ هايل؟ أنا مش كنت قلت لك ونبهتك إنه زهرة ناوية تتجوز؟ خير وبركة، وهيني هون وبدها تتجوزها. ما هي كتبت كتابها ليلة امبارح. مالك يا جابر؟ ما تحكي معي. لا بدي احكي وبدي اعرف مالك. قلت لك ابعد عني مش طايق حالي. طب اسمع، ما انا عارف انك مش طايق حالك. اسمع يا جابر، انا مرتك واللي بيضايقك بيضايقني. اليوم بس حسيت اني واقع بفخ مش قادر اخلص منه. طيب ليش ما بتحكي؟ شو بدك تعملي لي يعني؟ روح حضري لي لقمه خليني اكلها وظلك ساكته، مش ناقصني هم وغم. ول صار كلامي هم وغم؟ وجودك كله هم وغم، إذا ما سكتت بطلع من الدار وما برجعها. يا حبيبي ما أنت دائما طالع وإحنا بنشوفك. يعني يا أستاذ كاي مش ناوي تغير رأيك وتبات عنا الليلة؟ تسلم يا شيخ هايل، ما ظل فيها قعود، لازم أرجع لعمان. ما قلتك تاخذ ابنك معك؟ والولد وين بده يروح؟ بده يشرد، برجع بوخذه. اه لازم تاخذه. ايه الولد يا عمي ما له غير ابوه، بعدين انت مش معقول تتركه تحت رحمه رجل غريب. والله يا زهره عاد بدها تتجوز واحد غريب. ايه شو اللي بتقوله يا استاذ؟ بقول لك كتبوا كتابهم، يعني صاروا بحكم المتجوزين. بحكم المتجوزين بس مش متجوزين، قدامهم طريق وعر وصعب، هذا إذا قدروا يقطعوا. يعني يا أستاذ أنت مصر يعني؟ لازم أشوف المحامي مشان الولد. ما بدها محامي، تقدر تاخذه منها غصب عنها بعد ما تزوجت. ما تزوجت وما بتقدر تتجوز. يلا مكثور الخير يا شيخ هايل، إن شاء الله بنلتقي عن قريب. يعني حضرتك راجع القرية؟ لا لا يا شيخ، أنا بقدر أستغني عن هاللحية الغانمة وبقدر أستغني عن القرية اللي فيها اللحية الغانمة. يلا خاطرك.
لا 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 انا طالع معك طالع معك. ما في داعي لا تقلب حالك. مشان واجبك وقيمتك. كبر واجبك وكبر قيمتك ما قصرت. الله معك. بخاطرك. مع السلامة. وين؟ ابعد عني. مش انت طلبت الاكل؟ سكرتي منافسي. طيب خلص اقعد وحده وهسه بتنفتح نفسك. بقول لك ابعد عني ابعد عني. وحش وحش بصورة انسان. مستوي علي انا اما بالقرية. اسكتي 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 اسكتي. مستوي علي انا اما هناك. شو اللي قهرك كل هالقهر؟ احكي لي يا جابر، قل لي شو مالك فضفض احكي. هو كايد حالتك حالي زهرة ما بطولها، لكن ابنك حقك تاخذه. ترى ما في اشي مثل زهرة مثل اخذ ابنها منها. هذا اللي قهرك؟ اسمع يا جابر، أنا بعرف إنه علاقتنا مش منيحة مع بعض، بس مش مهم لأنه بيننا جوا دارنا ما حدش بيعرف فيه. بس أنا ما بقبل حدا برا يذلك. خد يا جابر، خد هدول المصاري. ايش هدول تمام؟ ما انت عارف هاي الصيغه اللي اعطتني اياها امي قبل ما تموت الله يرحمها. عارف بس ليش اعطيتيني اياهم؟ بيعهم ورجع لهاي المرشد مصري. لا يا تمام لا، ما انا رميتها بهالصندوق وانت عارف بطلت احب البس صيغه ولا البس ذهب. الايام بيننا وبكره بتشتري لي وبتجيب لي احسن منهم ان شاء الله. اسمع يا جاد، إذا هاي المرشد قهرك بدينا بتزلني وبتقهرني إذا ما بترجع له المصاري. أنا ما بستاهلك أنا. لا أنت منيح وقلبك أبيض وجواتك نظيف، بس الدنيا هي اللي غرتك. بس أنا إلي شرط. هو مش شرط، طلب. تسمع مني ونروح ندار عمي معروف، مبارك لزهره.